أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا لا يتم التنسيق فيما بين رئاسة الإفتاء وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين وزارة الصحة، وذلك لإلزام الطبيبات بالحجاب الشرعي حتى الكافرات منهن، لأن كثيرا منهن كاشفات للحجاب ويعملن مع الرجال وربما يعالجن الرجال، فأصبحن يشكلن فتنة كبيرة. الآن ننشي في وزارة الصحة شؤون دينية ولله الحمد، ونرجو أنها تقوم بالواجب والتوعية في المستشفيات، وفي وكلها إن شاء الله مجهود طيب. فنحن مستبشرون بإنشاء هذه الهيئة أو هذه الشؤون الدينية، لأن هذه الشؤون الدينية نفع الله بها في بقية الوزارات وصار لها تأثير طيب، وهذا مما تشكر عليه هذه الدولة المباركة. فمن ذلك أنه انشئ في هذه الأيام في وزارة الصحة شؤون دينية، نسأل الله أن يرزقها الرجال المخلصين، وأن ينفع الله بهم إن شاء الله. نعم.